الخير وصباح النور. وقت ما تشوف الفيديو متنساش اللايك وتفعيل الجرس ودعم المحتوى الترندي شوية. محمد علي ترند على السوشيال ميديا بسبب خبر وفاته. حقيقة خبر وفاة محمد علي دلوقتي هتبقى موضوع كبير جدا، لان كل الناس بتتكلم على محمد علي وفي 11 ناس نازلة. فلما يطلع الخبر دلوقتي ان هو توفى يعلم ضجة، يعمل ضجة جامدة، طلع ترند. ولكن لما انا دخلت على الصفحه بتاعته على الفيسبوك لقيت الصفحه بتاعته لسه منزل منشور من ساعتين وكاتب انزلوا ده التحرير، يعني هو معناها ان هو نزل 11 حرر بلدك وقوتك في وحدتنا هترحل يا سيسي، معناها هو عايش مش حاجه. ولكن محمد علي، من هو محمد علي؟ محمد علي كانت حصلت مشاكل ما بينه وما بين النظام، ما تفتكروش ان هو وطني زياده عن اللزوم ولا حاجه، لا، في 300 واحد او ملايين احسن منه مليون مره. انا مش ضد محمد علي، ولكن دور على الحقيقه. محمد علي كان ليه مصلحه فحصلت مشاكل بينه وما بينه، لكن الشعب ليه مصلحه اكتر مش عارف ياخدها. الشعب بيطالب بحقوقه مش عارف ياخدها، لكن هو ليه مصلحه شخصيه وفقط لا غير. محمد علي، الخبر هقرا لكم الخبر على تداول منصات التواصل الاجتماعي في مصر صباح اليوم. خبر وفاه المقاول رجل الاعمال الشهير المصري محمد علي في اسبانيا، وانتشر خبر بشكل كبير في مصر بالاضافه الى عديد من الدول العربيه، الامر الذي اثار كثير من المهتمين للتعرف على حقيقه الخبر. وذكر الخبر متداولا ان محمد علي توفى اثر ازمه قلبيه مفاجئه ولم نقله الى المستشفى ووفاته فيها بعد دوله اسبانيا. لاحقا اكتشف العديد من المصادر المقربه من عائلته ان المقاول محمد علي لم يتوفى بنوبه قلبيه مفاجئه وفقا ما ذكروا. واكدت مصادر ان المقاول محمد علي بخير ويسكن ويتجول في مكان امن في عاصمه اسبانيا مرليد، بالذكر ان محمد علي كان هربان من السلطات المصريه منذ اعوام بعد اكتشاف عديد من اسماء الادله التي تثبت بفساد النظام الحكم في مصر ودعم وقيام ثوره ضد النظام. من هو المقاول محمد علي؟ محمد علي هو يعد من اشهر المقاولين الذي كانوا يعملوا في مصر في مجال المقاولات خاصة بالقوات المسلحة المصرية، وهو واحد من اشهر واكبر رجال الاعمال في مصر عديد من الدول العربية. ومن مواليد 18 يناير 1978، يبلغ من العمر ما يقرب من 45 عام. وكما يعد ان محمد علي مواطن مصري جنسيته واصليته، وحيث انه يحمل الجنسيه المصريه وهو مواطن مصري حاصل على شهاده دبلوم صنايع، ووالده كان يعمل تاجر ذهب في مصر، حيث انه والده كان من اشهر تجار الذهب في مصر. نشاطات محمد علي سياسيا في مصر: في نوفمبر عام 2019 قام رجل الاعمال المصري محمد علي بنشر العديد من المقاطع الخاصه به عبر نطاق الانترنت، حيث انه قام بانهاء عديد من قيادة على الجيش المصري بالفساد، وأمر الذي أدل إلى مطارده من قبل العديد من قيادات الجيش المصري وتوجه نحو العاصمة الأسبانية مدريد. وكما بالذكر خلال العديد من الفيديوهات الخاصة به أنه تلقى عديد من التهديدات من المخابرات المصرية بالقتل، وأمر الذي أدل له بالهروب إلى مصر للنجاة بحياته. وكما أنه يعلم أنها توجد في أسبانيا بأنه من جدير ويبحث كثير مقاطع الفيديو، بيبث كثير مقاطع الفيديو التي تقوم به خلالها بمهاجمته عديد من الضباط وقيادات الجيش المصري. ده محمد علي اللي ما يعرفوش، عرفت الملخص بتاعه، القضيه بتاعته 2019، لكن قضيه الثوره 2011. لايك وسبسكرايب في الجرس اللي عاملينه على كل منصات التواصل الاجتماعي. بندور على الحقيقه دايما، بندور على الترند اللي مش عارفين تجيبوه. شرحته في فيديو 2 و3، بتخش على ترند جوجل بتلاقي الترند. السلام عليكم.